بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنكمل مع بعض تأملاتنا في قصة جدعون من سفر القضاة، ووصلنا للإصحاح الثامن. إحنا خلصنا لغاية فين دلوقتي؟ إن جدعون خد 300 راجل، وربنا بشكل معجزي قدر يخلي جيش جدعون الصغير ده يكسب كل المديانين ويفروا ويهربوا، وينزل الأسباط وبالذات سبط إفرايم لأنه معرفش يشارك معاهم في الضربة الأولانية دي، لكن نزلوا بعد كده سبط إفرايم وطرد المدينة لغاية الآخر، وخد الحتة بتاعت نهر الأردن وضمها لشعب بني إسرائيل بعد ما كان المديانين واخدينها وسرقينها منهم. صح، الثامن وأول آية. وقال له رجال إفرايم، خلوا بالكوا سبط إفرايم ده سبط يعني مش مريح، ينجش كده وبتاع. قال له رجال إفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعنا تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانيين؟ ما قلتلناش ليه نيجي معاك من الحرب من الأول؟ ليه أنت تاخد البركة كلها؟ هو طبعا ربنا اللي قال له أنا العدد ده كبير وقلله وهكذا، لكن سبط إفرايم قال له أنت أصلا اللي خدتهم دول كلهم من سبط بتاعك بتاع منسة. ما قلتلناش إحنا ليه إفرايم؟ تعرفين منسة وإفرايم دول إخوات. منسة ده السبط بتاع جدعون اللي واخد منه أغلبية الناس، سبط إفرايم ده أخو منسة اللي هم أولاد يوسف، يوسف جاب منسة وإفرايم. فسبط إفرايم غار وقال له نحن ليه ما دتناش من الأول عند ذهابك لمحاربة الميدانين؟ وخصموه بشدة، يعني واخدين الموضوع بقى إيه أمصى، اتضايقوا منه قالوا له ما كان مفروض تقول لنا ننزل معاك. والله أعلم هل هم فعلا كانوا، لو كان قال لهم كانوا هينزلوا ولا كانوا هيخافوا. لكن المهم إن هم قالوا له أنت بقى ما قلتلناش ليه واتقمصوا. بصوا بقى جدعون وبراءته واتضاعه. فقال لهم: ماذا فعلت الآن نظركم؟ هو أنا اللي عملته يجي حاجة جنب اللي انتوا عملتوه؟ ما فعلته نظركم ده هو أنا اللي عملته ده يجي حاجة جنب اللي انتوا عملتوه؟ أنا خدت 300 واحد وربنا هو اللي خلى الناس تجري، انتوا بقى اللي نزلتوا وحاربتوهم وطردتوهم، ده أنا أعمل إيه؟ أنا عملت إيه زيكم؟ ده انتوا عملت أكتر. أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عزر؟ أبي عزر دي اللي هي عيلته. فقال لهم: ده انتوا حتة شعر صغيرة منكم أحسن بكتير قوي من حزمة شعر من عندي، شعر أو حصاد يعني، انتوا خصاصة منكم أحسن من قطاف من عيلتي. شوفوا الاتضاع، يعني انتوا حتة منكم صغيرة برأسنا كلنا، ده انتوا ضفركوا برقبتنا. يا خبر يا جدعون، ده جدعون دلوقتي هو في موقف ايه؟ في موقف انتصار وجلوري ومجد رهيب، الناس كلها بتسقف وفرحانة وانتصار وأكيد بيهللوا باسمه، يوم هو في الوقت اللي فيه في قمة النجاح ده عرف يتواضع؟ لا، ده يبقى إنسان متواضع بجد بقى، طالما في وقت قمة السعادة والفرح منساش إنه هو إنسان غلبان ومتواضع، الرجل ده كويس. ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، ده انتوا اللي جبتوا راس الاثنين الأمرة بتوعهم. وماذا قدرت أن أعمل نظركم؟ هو عرفت أعمل حاجة زيكم؟ حينئذ، بصوا الكلمة الحلوة دي، حينئذ ارتخت روحهم عنهم عندما تكلم بهذا الكلام. عارفين الجواب اللين يصرف الغضب؟ بالضبط، جميل قوي الآية دي. عندئذ أو حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا، لمجرد ما عرف يختار الكلام الصح انه يتكلم بيه قاموا هديوا وراحت عصبيتهم الاولانية دي. احلى حاجة لو ادركت ان اللي معاك عصبي او شريك حياتك في وقت تعصب او مديرك او صديقك، احلى حاجة انك تتواضع. الاتضاع يصرف الغضب، مش كده؟ الكلام اللين يعني الكلام المتواضع يصرف الغضب. الإنسان المتواضع يكسب اللي قدامه، اللي قدامه يرخى ويهدى وخلاص. وجاء جدعون إلى الأردن وعبر هو والتلتميت راجل الذين معه معيين ومطاردين، معيين ومطاردين. فقال لهم، فقال لأهل سكوت: أعطوا أرغفة خبز للقوم الذين معي لأنهم معيون وأنا ساع وراء ذبح وصلمناع ملكي مديان. يعني اللي هم موتوهم دول الأميرين، لكن الملوك بقى لسه ما تمسكوش. فراح جدعون يروح يجيب الملكين بقى. فقال رؤساء سكوت: هل أيدي ذبح وصلمناع بيدك الآن حتى نعطي جندك خبزا؟ فقال جدعون: لذلك
عندما يدفع الرب ذبح وصلمناع بيدي ادرس لحمكم مع اشواك البريه بالنوارج. يعني عدى على حته ناس اسمهم ارض سكوت قال لهم ممكن تدوني شويه خبز عشان احنا تعبانين جدا ولسه ورانا حرب هنروح نموت الملكين بتوع مديان ما خلصناش. فقالوا له ملكين مديان ايه اللي هتجيبهم دول؟ مش عارف تلحقهم طبعا مش هنديكوا حاجه. فجدعون قال له انتم مش عايزين تساعدونا؟ طب احنا واحنا راجعين بقى هنعرف ربنا هيقولنا ننتقم منكم ازاي. وصعد من هناك الى فنوئيل وكلمهم هكذا فاجابه اهل فنوئيل كما اجاب اهل سكوت. راح عند ناس تانيين اسمهم فنوئيل قالوا لهم نفس الكلام. فكلم ايضا اهل فنوئيل قائلا عند رجوعي بسلام اهدم هذا البرج. كان عندهم برج كده يعني هكسره. عارفين عامله زي ايه؟ زي ربنا يسوع كده لما هيجي في اخر الزمان والناس اللي ما قبلهوش وما قبلوش انه يسمعوا كلامه يقول لهم عند مجيئي بقى أقول لكم كنت جعانا فلم تطعموني وكنت مريضا فلم تزوروني اذهبوا عني يا ملعين أنا لا أعرفكم. أصل ساعات الواحد لما يقرأ الأجزاء دي يحس يعني بقسوة. لا مش بقسوة، هو ربنا عادل. هو الإنسان اللي معاه هيشوف نعيم والإنسان اللي مش معاه هيتعب، هيتعب أرض وسماء. في وقت هيجي ربنا ويدين المسكونة بالعدل. القصة مش قصة عهد قديم، مش عشان جدعون قال كده نقول ده عهد قديم ملناش دعوة. لا، جدعون رمز للمسيح وفي مجيء المسيح التاني اهو زي ما قاله كده. فكلم ايضا فنوئيل قائلا عند رجوعي بسلام، عند رجوعي دي عن المجيء التاني هيكون ليكم حساب. العدل يقول ان الشرير ما يعديش. وبعد كده حصلت نفس الاحداث وماتوا الملكين، عارف فعلا يجيبهم جدعون وموتهم هما الاثنين ورجع على اهل سكوت واهل اهل فنوئيل دي وحاربهم وقوموه. يعني هم مصممين على الشر مش مثلا يستسلموا له، قوموه فكانت نهايتهم زي اهل المديانين بالضبط. ايه 18، وقال لذبح وصلمناع كيف الرجال الذين قتلتماهم في طابور؟ اتالي الاثنين ملوك دول وهم بيهربوا راحوا عند حتة عند جبل طابور وموتوا بعض الناس الفلسطيني من بني إسرائيل هناك. فقبل ما يموتهم جدعون قال لهم أنا سمعت أن أنتم موتوا ناس من شعبنا، كان شكلهم عامل إزاي؟ فقال مثلهم مثلك، كل واحد كصورة أولاد ملك. الناس اللي احنا موتناهم من عيلتك شبهك بالضبط، عاملين زي ما يكونوا أولاد ملك. أنا ليه قصدت أقرأ القصة دي؟ لأن دي شهادة جميلة قوي. تخيل كده الشيطان لما يجي يقف قدام المسيح والمسيح يقول له عملت ايه في ولادي؟ مين اللي انت تعبته؟ يوم الشيطان يقول له انا اللي رحت له حربه ده واحد عامل زيك بالظبط، بيقول انا ابن ملك. احلى شهاده تتقال علينا ان احنا عارفين ان احنا ولاد ملك وشكلنا مثله شبهه. يبقى احنا شبهه واحنا ولاد ملك، احلى شهاده يشهد بيها عدو الخير على ولاد ربنا. اكمل؟ تعالوا عند الآية 21 بقى. فقال ذبح وصلمناع قم أنت وقع علينا لأنه مثل الرجل بطشه. فقام جدعون يعني إيه؟ يعني إحنا ملوك وإنت شكلك الرئيس بتاعهم، قم موتنا لو ناوي تموتنا، يعني ما تخليش حد من عيالك يموتنا، رأسنا براسنا رأسك براسنا وتموتنا تعدي. فقام جدعون وقتل ذبح وصلمناع، موت الاثنين رؤساء المديانين دول. بس شوفوا الحته اللي جايه دي بقى، بس من فضلكم قلبكم ما يوجعكمش بقى، بصوا هيحصل ايه. فقام جدعون وقتل ذبح وصلمناع واخذ الاهله التي في اعناق جملهم. كانوا راكبين على جمال، موت الشياطين كويس، بس لقى الجمال متزينه بذهب، معلقين اهله شكل هلال في حتت كتير بتبقى معموله من الذهب. قام جدعون قال طيب والجمال دي متعلق عليها حاجات ذهب نعمل فيها ايه؟ هاتهم يا جدعون، دي مش بتاعتك دي ومش قصتك، انت راجل غلبان، ده انت انسان متواضع بنتعلم منك. لكن دخلت حته صغيره كده انه استخسر الذهب اللي متعلق في الجمال بتاع سبح وصلمناع دول بعد ما ماتهم. بصوا هيعملوا ايه شويه الحاجات اللي هو طمع فيها دي. وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك خلصتنا من يد مديان.
بنقول لك ايه، انت الرئيس بتاعنا من هنا ورايح، احنا هنسمع لك انت وعيلتك كلها تملكوا علينا. فقال لهم جدعون: لا اتسلط انا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. يعني برضه هو راجل متواضع، يعني حكاية اللي هقول لكم عليها الذهب اللي طمع فيه ده او اللي استخسره ده خط، بس هو عن نفسه فعلا انسان كويس، يعني ما تسربلوش هو الاحساس الوحش، هو مازال انسان متواضع. والتعليق بتاعه ده تعليق جميل قوي، قال لهم: اب انا اتسلط عليكم ايه، ربنا هو الرئيس بتاعكم، ربنا هو اللي يتسلط عليكم، انا واحد جاي ربنا جابني من ورا الغنم كده ومن ورا الزرع علشان احارب باسمه بس، لكن مش اكتر من كده. ثم قال لهم جدعون: اطلب منكم طلبة، ان تعطوني كل واحد اقراط غنمته، بس اطلب منكم حاجة، تدوني الذهب اللي لقيتوه في الغنائم بتاعة الناس اللي رحنا كسبناهم بتوع المديانيين دول، لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون. إسماعيليون والمديانيون كانوا تقريبا شعب واحد، فبيقول للناس دول يقول لهم: أنتم في منكم ناس من تبع الإسماعيليين اللي تعرفوا المديانيين وخدتوا من عندهم حاجات كتير وذهب كتير، ممكن تدهم لي؟ فقالوا إننا نعطي، وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنمته، عملت كوم الذهب كده، وكان وزن أقراط الذهب التي طلبه 1700 شاقل ذهب ما عدا الأهلة والحلق وأسواب الأرجوان التي على ملوك مديان، ده خد الأرجوان اللي كانوا بيلبسوه الملوك كمان، وما عدا القلائد التي في أعناق جمالهم، ده جمع كل الغنائم وعملها كومة كده. بصوا إذا كان جدعون يشبه ربنا يسوع في كل شيء زيه زي بقية القضاة اللي خدناهم، فده من حيث الفترة اللي خلص فيها الشعب عمله الخلاصي، لكن ممكن نلاقي له غلطة لأنه إنسان، هو مش المسيح، هو يرمز للمسيح في الخلاص، لكن في حياته الشخصية ممكن يعمل لخبط. يعني الحتة دي ربنا ما قالوش تعمل كده، عشان هتعرفوا دلوقتي هترسي على إيه، ربنا ما قالوش تاخد الغنائم وتعمل، دي حتة بشرية، وإنه مثلا لو خدنا في الحتة الكتف أول السفر خالص، لما ملوك يهوذا أو شعب يهوذا مسك الرجل اللي اسمه أدوني بازك وقطع صوابعه، هو ربنا كان معاهم عشان يطردوا الملوك الأشرار، لكن طريقة التعامل اللي فيها عنف شوية ربنا ما لهمش يعملوا كده، دي حتة من عندياتهم بقى، ربنا يقف معاهم يبارك لهم في الحرب خليهم يكسبوا، لكن في تصرفات بشرية خاصة بالمجتمع أياميها وبطريقة الحروب أياميها. فبرضو دلوقتي كون إن هم ياخدوا الغنائم ويحوشوا الذهب كده، ده مش امر ربنا، ربنا امره انه يطرد المديانيين، لكن الحته الزياده دي من عندك يا جدعون دي، طب وهترسي على ايه بقى؟ ايه 27، فصنع جدعون منها افودا وجعله في مدينته في عفره، وزنى كل اسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. ينهر ابيض، ايه اللي عمله؟ الكهنة كانوا بيلبسوا أفود، أفود كان لبس مطرز بالذهب، لبس الكاهن زي اللي أبونا شوية دلوقتي بيلبسوا في الزفة بتاعة العيد والحاجات اللي لبس مذهب، طبعا مع الفارق ده كانت تبقى ذهب بحقيقي ساعتها، ذهب وفي حتة ذهب وبتاع. فراح جدعون برضو مش بيفكر تفكير وحش قوي، هو كل اللي فكر فيه قال أخد الذهب ده مش هعمله لنفسي ولا حاجة، لكن هعمل حاجة كده لبس فخم من بتاع الكهنة، زي مجسم كده لبس الكهنة، زي ما يكون ملكان عليه لبس كله ذهب، ويبقى منظر حلو برضو كأنه كاهن مذهب، عملنا كده يعني حاجة شكلها شيك ومغرية وجميلة بالذهب اللي خدناه في الغنيمة. فعمل أفود، قام شعب بني إسرائيل مجرد ما شاف شكل لبس كهنوتي كده مجسم قدامهم يعملوا ايه؟ راحوا رايحين سجدوله وابتدوا يعبدوه. ينهر ابيض، زي ايام العجل، وزي ايام فاكرين الحية النحاسية لما قرناها مع بعض، ان في وقت من الاوقات شعب بني اسرائيل خد الحية النحاسية، حتى مش ذهب، نحاسية معمول شكل حية كده على شكل صليب ومعمول عليه الحية، راحوا واخدينها وقبوا يعبدوها اي حاجة وخلاص. فراحوا شافوا المنظر الذهب ده، راحوا تدوا يسجدوا ويعملوا بقى الممارسات السخيفة والزنا واللخبطة تاني. ما قلت لكم دايما الشعب بني إسرائيل يصرخ، ربنا يبعت مخلص يخلصهم، يريحوا يلخبطوا، يريحوا يلخبطوا. خلوا بالكم عشان احنا
كنا مخضوضين الأسبوع اللي فات قوي والأسبوع ده شوية، وقاعدين في البيت وبنصلي ومطنيات، بس اوعى نخش في حتة الراحة ونرجع تاني للفيسبوك ونفتح ونريح والسرير ونفتح لا بلاش دي، احنا قاعدين بقى واخدينها جد، لكن هنرجع نريح بزيادة بعدها بتبقى مش حلوة. فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. يعني ايه فخا؟ نقطة سودة في حياته، اللي عمله ده اتحسب له نقطة سودة. خلوا بالكم ان هو ما تقلش ان هو نفسه سجد، لكن عمل عملة شجعت الناس ان هي تسجد وتزني. وزل مديان امام بني اسرائيل ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم، واستراحت الارض 40 سنة في ايام جدعون. وذهب يربعل ابن يؤاش واقام في بيته. مين يربعل ده؟ جدعون، ما احنا قلنا ده اللقب بتاع جدعون. وذهب يربعل ابن يؤاش واقام في بيته، يعني لما لقى الناس كده ايه بتلخبط، راح هو انسان بسيط جدا وراح واخد بعضه ورجع بيته تاني وقعد في كان تاني زي الاول. وكان لجدعون 70 ولد خارجون من صلبه، لانه كانت له نساء كثيره، ده جوز كتير بقى وجاب عيال كتير، يعني ايه راح برضو الراجل. وسريته التي في شكيم، ست واحده كان متجوزها سريه في شكيم، ولدت له ايضا ابنا فسماه ابي مالك. يعني مش بس كان ليه زوجات، ده كمان كان في سراري، فواحده من السراري بتوعه في الحته اللي اسمها شكيم، شكيم دي حته امميه على فكره، اللي عايشين فيها كانوا أمم، يعني اتجوز واحدة سرية أممية وجاب منها عيل وسماه أبي مالك. كلمة أبي مالك يعني أبو الملك، يعني جاب 70 عيل من ستات بس يهود، بس اتجوز واحدة أمة سرية وجاب منها واحد اسمه أبي مالك، وطبعا السرية دي كانت واحدة أممية وعايشة في حتة أممية. لا مش حلوة الحكاية ده جدعون، يعني أنت إنسان كويس ومتواضع، بس في الآخر جيت كده ورحت عملت الأفود دي، هنقول ما كانش قصدك وهم اللي مشوا غلط. طب رقم 2، ليه ما وبختهمش؟ اللي تعمله انك ترجع تقعد في بيتك زي الاول، ده هم نفسهم وافقوا ان انت تبقى رئيس او تتسلط، بلاش نقول رئيس، قلت لهم لا ده ربنا اللي يتسلط. ايوه بس انت وكيل ليه، زي علي الكاهن انت كان دورك توبخ ولادك، زي لوط انت كان دورك تشد على بناتك. فالهروب من المسؤولية لا مش صح يا جدعون، ده انت اسمك مصارع، خد الموضوع جد، انت اسمك يربعل، انت بتقاوم الشيطان لغايه اخر نفس، وعايز تلحق الناس كل ما تلاقيهم بيغلطوا لازم توبخهم، مش تاخد جنبه وترجع بيتك. فرجع جدعون بيته، وقام هو كمان راح زياده، وابتدى كلها تفكيره هيتجوز قد ايه ويجيب ناس قد ايه، واتجوز واحده اما مش يهوديه، فشويه لخبطات برضه. ولكن يجي الكتاب ويقول ايه، ومات جدعون ابن يؤاش بشيبه صالحه. الاباء يبصوا الحته دي يقول بس هو جه في الاخر برضه لما كبر ادرك ان في الوقت ده ما كانش تصرفه سليم وتاب، فالكتاب شهد له، والعهد الجديد شهد له بولس الرسول ازاي ان هو كان انسان صاحب ايمان ورجل ايمان، فمات بشيبه صالحه ودفن في قرب يؤاش ابيه في عفره ابي عزر اللي هي البلد بتاعته. وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البلعليم. بصوا الكلمة دي، خدتوا بالكم من التفسير من المفردات، وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا. كلمة رجعوا وزنوا يعني واضح أن جدعون في آخر أيامه ابتدى يوبخهم ويوقفهم عن الزنا اللي كانوا لخبطوه، وعشان كده هو اتقال عليه مات بشيبة صالحة. لكن بعد ما مات رجعوا وزنوا، يعني كلمة رجعوا وزنوا دي تشهد ان جدعون مات بعد ما ايه ادرك انه كان لازم ياخد دور ريادي وقيادي ويوبخ الناس على اخطائهم، بس بعد ما كان كبر وساب لنا 70 ولد وولد جاي من جارية هيعمل لنا مصيبة في الصح اللي جاي. رجعوا وزنوا البعليم وجعلوا لهم بعل باريس الها، عملوا لنفسهم اله يا حول الله. ولم يذكر بنو إسرائيل الرب إلههم الذي أنقذهم من يد جميع أعدائهم من حولهم، ولم يعملوا معروفا مع بيت يربعل جدعون نظير كل الخير الذي عمله مع إسرائيل. يعني شعب بني إسرائيل في خلال الفترة اللي قعدها وقال لك واستراحت الأرض 40 سنة، خلال 40 سنة كان في جيل مات خلاص والجيل اللي كان موجود عجز، وجه جيل جديد بقى لا فاكر في جدعون ولا فاكر إن بيت جدعون ده لازم يكون ليه احترام
وان في يوم من الايام كانوا طلبوهم هم اللي تسلطوا ولا الكلام ده. فبقى لا فاكرين جدعون ولا عياله ولا فاكرين ربنا نفسه، وعملوا لنفسهم بعل عشان يعبدوه. الاصحاح التاسع هيحكي لنا قصة، يعني يمكن ما سمعتوهاش قبل كده بالتفصيل ويمكن تضايقكم رخرة حبة. بصوا هيحصل ايه، بس دايما في الاخر تبقى النهاية كويسة ما تخافوش، او النهاية عادلة بمعنى اصح. ايه اللي هيحصل بقى؟ فاكرين الراجل اللي اسمه ابي مالك ابن جدعون اللي جاي من ايه، من جارية او جاي من سارية واممي. الراجل ده في الاغلب كان عنده صغر نفس، حاسس نفسه انا الوحيد اللي ابن سارية وليا 70 اخ اخويا كلهم ولاد اصليين لجدعون وطلعين بقى من اليهود. صغر النفس ده بقى خلاه يعمل عملة هنا. يقول لك ايه، وذهب ابي مالك ابن يربعل الى شكيم الى اخوة امه وكلمهم وجميع عشيرة بيت ابي امه قائلا. راح لمين؟ راح لعيلته، عيلة امه مش عيلة جدعون. جدعون ليه 70 ولد يهود، لكن امه السرية اللي اتجوزها جدعون دي جابت ابي مالك، ودول عايشين في شكيم بلد أممية. فراح رايح لهم ابي مالك وقال لهم ايه، تكلموا الان في اذان جميع اهل شكيم، ايما هو خير لكم، ان يتسلط عليكم 70 رجل، يقصد اخواته اللي هم اولاد جدعون، جميع بني اربعه اللي هم اولاد بني جدعون، ام ان يتسلط عليكم رجل واحد؟ واذكروا اني انا عظمكم ولحمكم. يعني شوفوا الخبز راح يقول لهم انا ابن بلدكم، عارفين لما يكون واحد في دايره مجلس الشعب كده، انا ابن بلدكم، يعني احسن لكم يجي 70 واحد بقى يحكموكم ولا يحكمكم واخوكم. فتكلم إخوة أمه عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك لأنهم قالوا أخونا هو. وأعطوه 70 شق الفضة من بيت بعل باريس، فاستأجر بها أبي مالك رجال بطلين طائشين فسعوا وراءه. أجر بلطجية، يعني قالوا له إحنا وراك يا ريس، وراحوا إيه مدين له هدايا، خد الهدايا دي جاب بيها أو أجر بيها ناس بطلين أو ناس بلطجية. هيروح يعمل إيه بقى؟ انتم تابعين؟ يعني هو دلوقتي عايز يتمريس ويلغي 70 اخ بتوعه دول. ثم جاء الى بيت ابيه في عفرة وقتل ابيه اللي هو جدعون، وقتل اخوته بني اربعل 70 رجلا على حجر واحد، معاه شوية بلطجية راح موت 70 اخ ولاد جدعون. وبقى واحد بس من 70، وبقى يسام ابن اربعل الاصغر لانه اختبأ. اصغر واحد فيهم خالص كان اسمه يسام، لا استخبى. فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا أبي مالك مالكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم. أول مرة نسمع عن ملك. تفكرين قصة الملك دي لما هتحصل أيام صموئيل والشعب يطلب ملك، ربنا اتضايق وصموئيل اتضايق، ولا أنا الملك بتاعكم، أنا ربنا الملك اللي بيجي ده اسمه وكيل، أو زي ما طلبوا من جدعون أن يتسلط مش يتريس ومش يملك. فأول مرة نسمع عن واحد قال عن نفسه أنه ملك قبل ما تيجي أيام شاول وداود بكتير. ظهر الرجل ده أبي مالك ده وقال أنا الملك بقى، وعين نفسه. وعشان كده كنت وأنا بحكي لكم أن احنا في السفر ده عندنا 12 قاضي، قلت لكم اللي يفتكر كده أن يجي ذكر واحد اسمه أبي مالك هيملك، بس مش هيحسب مع القضاء لأنه إنسان شرير، وهنشوف دلوقتي نهايته. فده ممكن ناس تعتبره قاضي لانه قام يملك اهو، لكن احنا ما نعتبروش قاضي روحي ابدا، اولا لانه مش روحي، ثانيا انه واخدها بدراعه، وما سمعناش ان ربنا هو اللي عينه، مش زي جدعون او زي دبور او كده. كده السبعين ماتوا ومفضلش غير واحد بس اسمه يسام. واخبره يسام فذهب ووقف على راس جبل جرزيم ورفع صوته ونادى. ففين جبل جرزيم ده ايه؟ كان في جبل اسمه جبل جرزيم وجبل اسمه جبل عيبال، وما بينهم المنطقة اللي اسمها شكيم اللي هم واقفين فيها دي. جبل جرزيم ده الجبل اللي وقف عليه شعب بني إسرائيل مع يشوع وابتدوا يقولوا البركات، مبارك الإنسان اللي هيطيع أباه وأمه، اللي مش هيكذب واللي مش هيزني واللي هيراعي ربنا في الذبائح. وكانوا نص الشعب التاني واقف عند جبل عيبال ويقولوا وملعون هو الله اللي هيكسر، ملعون من الله الرجل اللي هيكسر السبت، ملعون من الله الرجل اللي هيبغض اخوه، ملعون من الله اللي هيشتهي امراه اخوه، وهكذا. فبقى دول يقولوا البركات ودول يقولوا اللعنات عشان الناس تحفظ، قعدوا يرابعوا كده. والحته اللي في النص اللي هي شكيم، وقلت لكم ساعتها ان شكيم دي اللي بعد كده تبقى بلد السامره ايام المسيح،
ودي الحتة اللي فيها البير اللي هيقعد عنده المسيح وهيقابل السامرية. وراحت ساعتها مشاورة على جبل جرزيم وقالت له ده احنا عندنا اهالينا بيقولوا ان احنا نعبد ربنا في الجبل بتاع جرزيم ده، انتوا ليه بتعبدوه عندكم في اورشليم؟ فاكرين الحوار ما بين ربنا والسامرية كان عند جبل جرزيم ده، جبل البركات، لان السامريين كانوا اعداء اليهود، فقالوا لهم احنا مش هنروح لكم اليهودية بقى ونروح الهيكل عندكم، احنا نعمل نفسنا هيكل هنا عند جبل جرزيم. ولحد النهاردة في بواقي هذا الهيكل، الأنقاض بتاعته في علم الآثار اكتشفها، موجودة على جبل جرزيم. الهيكل اللي عملوه السامريين على جبل البركات ده عشان يعبدوا عليه ربنا بدل ما يروحوا الهيكل ده، كان عامل المسيح. فوقف يوسام ده على جبل جرزيم ورفع صوته ونادى وقال لهم اسمعوا لي يا أهل شكيم يسمع لكم الله، اسمعوني ربنا يسمع لكم. وقال بقى مثل حلو قوي، تعالوا نقرأ بسرعة كده وأشرح لكم بعد ما نخلصه كله على بعضه. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا. خلي بالكوا هو هيلقح في الكلام كده، هيعمل لهم زي مثل عشان يفهموا هو إيه اللي قصده، بس شاف يكلمه بشكل مباشر. يقول إيه؟ مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتونة املكي علينا. يعني كأن الأشجار اتفقوا، هو بيقول لهم انتوا الأشرار، انتوا الأشجار دول. الأشجار قالت احنا عايزين علينا ملك، فراحوا رايحين للزيتونة قال لها املكي علينا. فقالت لها الزيتونة أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ يعني الأشجار اتفقوا وراحوا قالوا للزيتونة تعالي بي ملك علينا. فالزيتونة طلعت واحدة كويسة، فقالت لهم أنا مش ممكن أسيب ربنا وأسيب الناس وجيلكم، أنا شغلي يبقى مع ربنا، أحب ربنا وأحب الناس. شوفوا الزيتونة اعتذرت عن الملك ليه؟ لأنها مش عايزة تروح لحد بعيد عن الحب، هي حياتها كلها حب الربنا وحب للناس، فأنا مش هجيلك وأملك عليكم. ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملك علينا. طيب فقالت لهم لها التينة أترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ أنا عندي حلاوة وثمر. ثمر يعني إيه؟ ثمر ده شجرة ما بتاكلوش، ثمر ناس بتاكله. فواضح ان هي برضو ايه تقولهم انا عندي هنا بعمل الاسمار الناس تاكلها وتتبسط بيها، مش حاجه تمري سنه، انا عايز الناس اخدمهم. يبقى الاولانيه الزيتون اعتذرت لان هي بتحب ربنا وبتحب الناس، والثانيه اعتذرت لانها عايزه تدي وتبذل لاجل الناس، مش بتاعه مرياسه، وعايز يوصل لهم الحته دي. ايه 12 فقالت الاشجار للكرمه. يبقى الاولانيه كانت الزيتونه واعتذرت، التانية التينة واعتذرت، لحوا للكرمة بقى تعالي انت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة أترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ بصوا الكلام بجد حلو قوي. يعني الملخص التلاتة قالوا نفس المسج، احنا شغلتنا ندي، مش عايزين نتمريس والناس تهلل لنا. فالراجل يوسام ده حكيم، قال لهم اختاروا حد يملك عليكم يكون غوي خدمة، يكون بيحب ربنا وبيحب الناس، مش واحد بيبص لنفسه والعظمته والكبرياءه. فهيجي المثل الأخراني بقى، بعد ما قال الزيتونة والتينة والكرمة طلعوا كويسين، فهيحصل ايه بقى؟ آية 14 ثم قالت جميع الأشجار للعوسج. العوسج ده بقى ايه؟ نبات بيطلع شوك وحاجة وحشة خالص. تعال انت بقى واملك علينا. فقال العوسج للأشجار إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرض لبنان. فالآن بعد كده هيكلمهم، يعني يقول لهم إيه؟ إن لما رحتوا بقى للعوسج، يقصد بقى مين؟ أبي مالك، بيرمي الكلام على أبي مالك. لو رحتوا بقى للشجرة اللي ما بتعملش حاجة ومليانة شوك دي، ورحت قلت لها بقى تعالي بقى انت الملك علينا، هتستغل الموقف وتقول لهم ماشي بس تقعدوا كلكم حوالي هنا، محدش يروح حته بعيده، ده انتوا لو بعدتوا هطلع نار واموتكم. يعني انتوا رحتوا الانسان عنيف همه الناس تهلله وتبقى جنبه، غير بقيه الاشجار اللي عايزه تدي وتعطي. عشان كده ياما في تاريخ الكنيسه تلاقي الشعب والاكليروس يروحوا يختاروا راهب يبقى بطرك مثلا، يقعد يهرب ويستعف، ابوس ايديكوا سيبوني انا مش بتاع مري، انا مش عايز امسك حاجه. وهنروح بعيد ليه؟ ما احنا شفنا سيدنا ابونا البابا توادرس لما جه يترسم
وسيدنا الأنبا بخوميس وهو والأساقفة بيصلوا الصلاة بتاعة المباركة بتاعة السر دوة، لقينا البابا تودروس قدام العالم كله بيبكي من المسؤولية. ما شفناش يعني ملك أو رئيس جاي ياخد مسؤولية وبيستعفي كده، لكن ده البابا تودروس والبابا شنودة والبابا كرولوس كله كده، لأن احنا ما عندناش فكرة إن نيجي نقول للناس خليكوا حوالينا احنا بس، وإذا بعدتوا عننا هنطلع نار. نار إيه؟ إحنا ناس عبارة عن ناس بسطة وغلابة، فكرنا إن إحنا نفيد الناس ونعبد ربنا. يجوا الناس يقولوا لهم تعالوا ملكوا بالعافية، لما حد يتاخد بالعافية ويترسم كاهن ولا يترسم بطرك ولا يترسم أسقف. لكن للأسف في أنواع من العوسك بقى اللي هي مستناك كلمة بس، وتساعتها يصهر الوحش الوجه القبيح، لو بعدتوا عني هيطلع نار من عندي يموتكم. آية 16، بصوا حتة حلوة وجميلة. آية 16، فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق والصحة إذ جعلتم أبي مالك ملكا، وإن كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته، وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه، لأن أبي قد حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم من يد المديانيين، وأنتم قد قمتم اليوم على بيت أبي وقتلتم بنيه 70 رجلا على حجر واحد، وملكتم أبي مالك ابن أمته الجارية بتاعته على أهل شكيم لأنه أخوكم. فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم، فافرحوا أنتم بأبي مالك وليفرح هو أيضا بكم. يعني إذا كنت بقى يعني اشبعوا بيه، وإلا فتخرج نار من أبي مالك وتأكل أكل أهل شكيم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكيم من سكان القلعة وتأكل أبي مالك. هو هنا بيتنبأ بحاجة وهتحصل، يقول لهم خلي بقى تفرحوا أنتم بالعوسج اللي هو أبي مالك ده، وهتشوفوا اليوم، لأن اللي بياخد الملك عن كبرياء اوعوا تفتكروا أنه يفضل معاكم لغاية الآخر. ده لو حس بسنة غدر منكم أو حس أن أنتم مش معاه للآخر هيطلع نار يموتكم، وهيحصل كده. وكأنها نبوة أن أي إنسان بيكون طماع ويعني يملك من كتر تفكيره في نفسه بيدوس حتى على أقرب الناس ليه، طالما فكره في طمع، طالما دخلت الفلوس، طالما دخل الملك والذات، طالما دخلت الشهوة، لو بيفكر في نفسه وطماع وعايز يحوش ويكوش ما بيكونش أمين حتى على أقرب الناس عليه اللي ملكوه. وده اللي هيحصل فعلا، بس هقراها بسرعة لحضراتكم. آية 22، فترأس أبي مالك على إسرائيل 3 سنين. كلمة ترأس خلوا بالكم مش 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 ربنا خلاه يبقى رئيس او جعله الرب، لا ده هو اللي ترقص، هو اللي عين نفسه، بل بالعكس. آية 23 تقول ايه؟ وارسل الرب روحا رضيا بين ابي مالك واهل شكيم، فغدر اهل شكيم بابي مالك. يعني ايه روحا رضيا ربنا ارسلها؟ طبعا ربنا لا يصنع شر ولا يصنع شيء رديء ولا يبعد شيطان، يعني ربنا مش هيعمل كده. لكن يعني ايه كلمة ارسل؟ كلمة ارسل الرب روحا رضيا نفهمها على ان ربنا سمح انه تقوم خناقة ما بين شر وشر، وده وضع طبيعي، لكن ربنا كان ممكن يرفعه او يتدخل، ما تدخلش بقى. زي ما في روميا 1 كده يتقال ايه؟ اسلمهم الرب الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ربنا لما يلاقي الاشرار هيقعوا في بعض وهما الاثنين مصممين على هذه الروح والاثنين أشر من بعض، ساعات ربنا يسمح ويقول خليهم يشوفوا نهاية الشر تبقى عاملة ازاي. بين أبي مالك وأهل شكيم، فغدر أهل شكيم بأبي مالك. غدروا بيه يعني إيه؟ يعني ما بقوش بيحبوه زي الأول ولا بيسمعوا له زي الأول ولا بيطيعوه زي الأول. ليأتي ظلم بني يربع للسبعين ويجلب دمهم على أبي مالك أخيهم الذي قتلهم وعلى أهل شكيم الذي شددوا يديه. كان هنا يعني ربنا إيه؟ هيوضح قد إيه هو عادل، والإنسان الظالم أبي مالك دوة يستحيل ربنا يسيب الظلم لحد الآخر، لازم يكون في تدخل. إلهنا عادل، عهد قديم وجديد، وفي الكنيسة شفناه. أنتوا نسيتوا قد إيه ربنا بيبان عدله لما حد يجي يأذي الكنيسة؟ بتكون نهاية الشر على إيد كنيستنا بالذات، يبقى الشر متفشي في العالم كله، لكن لما تتمد لكنيسة ربنا، ربنا يقطع إيديه.
ربنا عادل وما يسيبش الظلم أبدا. آية 25، فوضع له أهل شكيم كمينا على رؤوس الجبال وكانوا يستلبون كل من عبر بهم في الطريق، فأخبر أبي مالك. يعني الحتة دي عشان تفهموها، أهل شكيم بقى، شكيم دي كانت بلد تجارية، فبيجوا ناس تجار يخشوا على شكيم، وطبعا مجرد ما تجار يخشوا ويبيعوا بيبقى فيه نسبة ضرائب بتروح للرئيس اللي هو أبي مالك. قاموا أهل شكيم غدروا بأبي مالك، بقوا يطلعوا على الجبال زي قطعين طرق كده ويستنوا التجار وهم داخلين شكيم ينزلوا يقشطوهم كلهم، فالتجار يخشوا مفلسين، أبي مالك ما يطلعش بحاجة. فاهمين الفكرة؟ شغل طمع في بعض بقى، يعني تخيل بقى الشياطين وبتتخانق مع بعض، هيطلع ايه؟ ما هو شويه الحاجات المتعبه دي. وجاء جعل ابن عابد مع اخوته وعبروا الى شكيم فوثق به اهل. جه واحد اسمه جعل ابن عابد هيقوم دلوقتي ويقول لهم بصوا بقول لكم ايه، ابي مالك ده مش عارف يعمل حاجه وزيه زي قلته، تعالوا خلونا نبقى من الملك. شغل لخبطه بقى. وخرجوا إلى القتل، آية رقم 27، وخرجوا إلى الحقل وقطفوا كرومهم وداسوا وصنعوا تمجيدا ودخلوا بيت إلههم اللي هو طبعا أوسان، وأكلوا وشربوا ولعنوا أبي مالك بقيادة الرجل اللي اسمه جعل بن عابد ده. فقال جعل بن عابد من هو أبي مالك ومن هو شكيم حتى نخدمه؟ أما هو ابن يربع وزبول وكيلة اللي هو جدعون يعني ومراته السرية دي، يعني تدى إيه يهينه. اخدموا رجال حمور أبي شكيم فلماذا نخدمه نحن؟ مين حمور أبو شكيم ده؟ هو الرجل اللي هو جعل ابن عابد ده بقى، ده رجل أصلي بقى من أهل شكيم، فلهم انتوا تعبدوا ابن جارية كانت عايشة في شكيم، اعبدوا واحد أصلي بقى ابن حمور نفسه. ماشي عم، من يجعل هذا الشعب بيدي بس فأعزل أبي مالك؟ وقال لأبي مالك كتر جندك واخرج. ابتدى يتحدى أبي مالك وعمال يقول مين بقى يخليني أملك هنا وانا ابيع وانا اكسب ابي مالك ده. بالمناسبه ايه اخدموا رجال حمور ابن شكيم؟ مين حمور ابن شكيم ده؟ انتوا لو رجعتوا لسفر التكوين صح 34، حمور ابن شكيم ده راجل اسمه كده اللي اتسمى على اسمه بلد شكيم، دي الحته اللي اشتراها يعقوب. هتلاقي يعقوب راح يفاصل مع واحد اسمه حمور ابن شكيم عشان ياخد منه الارض دي، واشتراها ساعتها يعقوب، فبقت الارض بتاعت يعقوب، بس هي كانت الارض اصلا بتاعت واحد اسمه حمور ابن شكيم، ففضلت اسمها شكيم، بس اللي اشتراها مين؟ يعقوب. وعشان كده دي الحته بقول لكم اللي بقت السامره اللي جنب الجبلين، فبقت الارض دي حفر فيها يعقوب بير ليوسف ابنه، وبقى بئر يوسف اللي قبلت عنده السامريه السيد المسيح. متابعين ولا لخبطتكم؟ شكيم الارض دي ارض السامره في ايام المسيح بقى اسمها السامره، كان على يمينها وعلى شمالها جبل جرزيم وجبل عبال بتوع البركه واللعنه. ارض شكيم دي كانت اصلا كانت بتاعت واحد اسمه حمور ابن شكيم صاحب الارض دي، وباعها ليعقوب. يعقوب اشتراها وعمل فيها بير ادى ليوسف، والبير ده هو اللي قبلت عنده السامريه السيد المسيح. فالراجل بقى جعل ابن عابد ده بقى من سكان الارض الاصليين، فيقول لهم مين ده اللي رايحين وراه اللي اسمه ابي مالك ده؟ ابن جاريه. فخليكم معايا بقى، انا من النسل الاساسي بتاع زمان. آية 30، ولما سمع زبول رئيس المدينة كلام جعل ابن عامد حمى غضبه. زبول رئيس المدينة ده تبع أبي مالك، ده يعتبر المحافظ يعني. وأرسل رسلا بسرعة إلى أبي مالك في ترمة يقول هوذا جعل ابن عامد وإخوته قد أتوا إلى شكيم وها هم يهيجون المدينة ضدك، فالآن قم ليلا أنت والشعب الذي معك وإكمن في الحقل، ويكون في الصباح عند شروق الشمس أنك تبكر وتقتحم المدينة، وها هو والشعب الذي معه يخرجون إليك فتفعل به. يعني هات بسرعة جيش عشان تحارب رجل اسمه جعل ده لأنه جاي لك يموتك. حرب في بعض بقى. فقام يعني بصوا أنا ممكن تقروها على مهلكم بس عشان ما نخشش في التفاصيل، يعني هيحاربوا بعض، ويبتدي أبي مالك يفقد جيش بعض من جيشه، والراجل برضو اللي هو جعل ده يفقد بعض من جيشه، لكن هترسي في الآخر إن أبي مالك هيعرف يتغلب على جعل، بس بعد ما هيكون في ضحايا من الفرقتين، يعني الشعب بيموت، وأبي مالك هتسخن بقى قوته قوي، وهيضطر أو هيفكر بقى إنه يروح ينتقم من أهل شكيم اللي هم أهله، لأن هم وقفوا في يوم من الأيام مع جعل ده، فيروح ويبتدي يعدي على مدينة يموت الناس اللي فيها. طب وترسي القصة على كده؟ لا طبعا. بص بقى هنجري 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 ونيجي للآية رقم 50،
آية رقم 50. ثم ذهب أبي مالك إلى طباس ونزل في طباس وأخذها. الحتة دي كلها حتة جوة شكيم عمال يموت أهلها. وكان برج قوي في وسط المدينة، فهرب إليه جميع الرجال والنساء وكل أهل المدينة وأغلقوا وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه واقترب إلى الباب البرج ليحرقه بالنار. عمال يموت في الناس، كل دول أهله، كل عمال يموتهم دول أهله. فاكرين النبوة اللي كان قالها يوسام؟ قال لهم هتخرج نار من أبي مالك تحرقكم، وانتوا هتطلعوا نار تموتوا، هتقعدوا تحاربوا بعض، لأن الطمع لازم يؤدي لكده في الآخر. عارفين لما يكون في اتنين شركة ابتدوا بغش وطمع، احنا هنقلب بسرقة وهتقلب بموت، هتقلب بمصايب. طالما ابتدت على باطل زي ما يقولوا كده، ايه، ما بني على باطل يكمل باطل. فطالما القصة بادية كده مش كويسة وداخل فيها آلهة شياطين وبيعبدوا أوثان وعايزين فلوس ويموت إخواته، لا طبعا لازم ترسي على كده في الآخر، لازم يموتوا في بعض في الآخر. آية 53 بقى، فطرحت امرأة قطعة رحى على رأس أبي مالك فشجت جمجمته. البرج اللي هو بيقتل فيه الناس، برج يعني كان زمان لما يبنوا بيوت كل بيوت أرضي كده، لكن في بيوت بقى بتبقى أكثر تقدما تبقى عاملة البرج. فواحدة ست واقفة فوق البرج ده، هو راح يحرق البرج بالنار، واحدة من فوق رمت حجر على رأس أبي مالك نفسه شجت جمجمته. فدعا لما لقى نفسه بيموت خلاص، دعا حالا الغلام حامل عدته، كان دايما أي راجل محارب يمشي معاه واحد يشيل الأسلحة معاه، وقال له اختارت سيفك، يعني طلع سيفك واقتلني لألا يقول عني قتلته امرأة. طلع بقى ايه، دايما الشياطين تقعد تموت في بعض كده، والأشرار يموتوا في بعض في الآخر. فطعنه الغلام فمات، ولما رأى رجال إسرائيل أن أبي مالك قد مات ذهب كل واحد إلى مكانه. بصوا الآية دي، يعني الهيصة والضجة اللي عاملها أبي مالك دي رسيت في الآخر. لما مات كل واحد رجع بيته ونسيوا أبي مالك، نسي كل اللي عمله. دايما نهاية الشر نهاية مأساوية، تلاقي نفسك اتضايقت كده، مفيش ثمرة في الآخر، كل الناس وهو اتنسى في التاريخ. عارفين لما سيدنا البابا شنودة الله يناح نفسه لما كتب لنا قصيدة يقول فيها ايه، آخر الأمر ستهوي راقدا في بعض أشبار بأرضي، يعني في الآخر هتترسي ان الواحد هيموت في حتة صغيرة كده. طب ليه ما يسيبش ذكرى كويس؟ فين الأموال اللي كنت عمال تجمعها؟ وفين الذهب اللي كنت عمال تحوشه يا أبي مالك؟ فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتله إخوته السبعين، وكل شهر أهل شكيم رده الله على رؤوسهم، وأتت عليهم لعنة يسام ابن أربعل. يعني يسام اللي كان اتنبأ بالكلام ده وقال لهم انتم ملعونين لأنكم مشيتوا وراء العوسج اللي هو أبي مالك، الشوك بتاعه والنار بتاعته هتموتكم كلكم، وقد حدث فعلا. قبل ما أكمل، أنا في حتة ساعات بتلخبط، أبي مالك ده مين؟ كلمة أبي مالك دي بنسمعها كتير في الكتاب المقدس. بصوا في خمسة اسمهم أبي مالك في الكتاب المقدس عشان ما تلخبطوش. في واحد كان أيام إبراهيم، فاكرين لما كان راح إبراهيم وقال لسارة قولي إنك أختي مش مراتي، والحتة دي حصلت مع فرعون وحصلت مع أبي مالك. وأبي مالك الراجل اللي عمل معاه إبراهيم معاهدة علشان الناس رجالته ما ياخدوش الأبار اللي كان بيحفرها إبراهيم، حتى كده في سفر التكوين. وأبي مالك هو الرجل اللي كان إسحاق تاني، إسحاق راخر برضو هو ومراته نزلوا في وقت المجاعة واستراحوا عند أبي مالك علشان ياخدوا قوت هناك لما حصلت مجاعة في أرض كنعان. أبي مالك كمان ده ابن جدعون هو اللي جبنا سيرته دلوقتي. وأبي مالك بقى المشهور، في أبي مالك مش مشهور قوي اسمه أخيس اللي هو كان ملك الحته بتاعه جت بتاعه فلسطين بتاعه جليات. لكن في بقى جت في بملك اشهر واحد فيهم بتاع داوود، اللي راح داوود استخبى، كان ساعتها كاهن، كان كاهن ابن واحد اسمه ابي اثار الكاهن، ابي مالك الكاهن ابن ابي اثار الكاهن، اللي راح داوود واستخبى عنده عشان ما يموتش. دول كل دول اسمهم ابي مالك عشان ما تتلخبطوش. واحد ايام ابراهيم مشهور، واحد ايام اسحاق مشهور، واحد ايام داود مشهور، وادي واحد اللي هو ابن جدعون مشهور، الخامس ده مش مشهور قوي اللي هو بتاع جت ده.
بس احنا بما اننا بناخد القصه فيها حته دراسه فلازم كنت اقولها برضو على ان الناس بتتلخبط مين ابي مالك ده. مش سمعنا الاسم ده قبل كده؟ سمعناه ايام ابراهيم واسحاق وهنسمعه تاني مرتين ايام داود كمان. هناخد حته في الاصحاح العاشر ومن المره اللي جايه ناخد الاصحاح الحداشر اللي فيه قصه يفتاح. الاصحاح العاشر مش طويل، هما كلمتين حابب اقراهم لكم كده. بصوا يقول ايه. وقام بعد ابي مالك لتخليص اسرائيل. بصوا اللي يقرا الايه دي يقول يبقى ابي مالك ده قاضي. ايوه بس قاضي شرير، ربنا ما عينهوش وما خلصش شعب بني اسرائيل، بالعكس ده اهلكهم، فلم يعتبر واحد من القضاه. وقام بعد ابي مالك لتخليص اسرائيل واحد اسمه تولع ابن فواه. بصوا دول بقى ناس اللي هم فاكرين، ما قلت لكم في خمس قضاه كده ما نسمعش عنهم قوي، اثنين منهم هيتقالوا دلوقتي. ابن دودو رجل من يساكر، سبط يساكر، كان ساكنا في شمير في جبل إفرايم، فقضى لإسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شمير، ما تقالش عليه حاجة. ثم قام بعده واحد اسمه يائير الجلعادي، قضى لإسرائيل 22 سنة، بصوا يتقال عليه إيه، أربعة، وكان له 30 ولد يركبون على 30 جحشا، ولهم 30 مدينة منهم يدعونها حوث يائير إلى هذا اليوم وهي في أرض جلعاد، ومات يائير ودفن في قاون. انا بقرا الايه دي مش عارف ليه بحس ان انا عايز ابتسم. ليه؟ يعني مثلا تلاقي دبوره وبراك اصحاحين اشي بيصلوا وبينتصروا، جدعون قصه وربنا يظهر له، شمشون مش عارف ايه، حتى اللي خدناهم تات الاولانيين عثنائيل او عثنائيل وشمجر واهود ليهم قصص ويرمزوا لربنا في خلاصه. لكن الراجل في صحيح التاريخ يكتب قصص عن ناس روحانيين كتير قوي، بس يجي على واحد يقول لك قصته تلخص في سطر. كان له 30 ابنا يجلسون على 30 جحشا وكان لهم 30 مدينة. يا فرحتي، يعني هو كان طول عمره عايز يجيب عيال يركبهم على الجحش ويمشي وسط الناس كناس تسقف ويدي لكل واحد محافظة، وبعدين كتب عليه ايه في التاريخ يعني؟ ولا حاجة. فساعات الواحد يقول يا ترى انا بقى هيتكتب ان انا كنت رجل الله، او الشخص اللي كان بيتعامل مع ربنا من اجل انه يفيد شعبه، ولا هيتكتب عليا ان انا كان ليا 30 ابن يركبون 30 جحش يحكمون 30 مدينه. وعاد بنو اسرائيل، شوفوا ايه 6، وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم تاني والعشتروت والهه ارام والهه صيدون والهه مؤاب. الهه مؤاب ده اللي هو كاموش لو تفكروا الاسم ده، والهه بني عمون. بني عمون الالهات الههم كان اسمه ملكوم، اللي كانوا يبقى دي عامله كده وبالنحاس وكانوا يحطوا عليه العيال ويولعوهم نار. والهه الفلسطينيين، اله الفلسطين اللي هو داجون. وتركوا الرب، فاكرين داجون ده اللي راح عنده تابوت العهد ايام داود ووقع، كان شكل سمكه ووقع على راسه على العتبه اتكسرت راسه. دول الهه الناس اللي كانوا عايشين حواليهم، عبدوا، تخيلوا بقى عبدوا كل الحاجات دي، يعني عبدوا الالهه بتاعت كل البلاد اللي حواليهم، وتركوا الرب ولم يعبدوه. طب انا عايز اسال سؤال، يعني طالما انت هتعبده كتير ما تحط حتى ربنا. لكن هم عايزين يعيشوا عيشه ملخبطه، ما ينفعش ربنا يبقى وسط الهه كتير. يعني طالما انتوا خاويين تعدد الالهه ما تحطوا ربنا طب وسطيهم، يعني كنا نتوقع كده. لكن حتى ما تحطش، لان ربنا هيوبخهم باستمرار على افعالهم. لكن شويه الالهه التانيين كلهم نفس العباده الملخبطه الوثنيه اللي فيها زنا ونجاسه ولخبطه. ايه 7، فحمى غضب الرب على اسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. احنا كده بنحضر للقاضي اللي جاي، هناخده المره اللي جايه اللي هو يفتاح. ايه 8، فحطموا ورددوا بني اسرائيل في تلك السنه 18 سنه جميع بني اسرائيل الذين في عبر الاردن في ارض الاموريين الذين في جلعاد. وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا. دي أول مرة نسمعها، بني عمون عدوا نهر الأردن كمان يحاربوا، عدوا لهم الناحية التانية، يعني تقوت شوكة بني عمون قوي. وبنيامين وبيت إفرايم، فتضايق إسرائيل جدا، فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعليم. سمعتوها كم مرة لحد دلوقتي؟ لو كنا خدنا لغاية دلوقتي هو خمس قضاء أو ست قضاء يبقى سمعناها ست مرات، هي كلها نفس القصة. فقال الرب لبني إسرائيل أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطين خلصتكم؟ والصيدانيون والعمالقة والمعونين قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم، وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى لذلك لا أعود أخلصكم.
امضوا اصرخوا الى الالهه التي اخترتموها لتخلصكم في زمان ضيقكم. يلا روح شوف الدولار والمصنع والشركه واللابتوب والفيسبوك والعلاقات السخيفه، هل حاجه من دي هتضيع الفيروس؟ لا، قصة عايزة توبة الحقيقة. فقال بنو إسرائيل للرب: أخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، إنما انقذنا هذا اليوم. اعمل أي حاجة بس انقذنا. ساعات واحد يقول يعني تقصد من الكلام ده نحن نتوب وما نعملش مثلا، نحاولش ندور على دواء؟ لا طبعا ندور على دواء بس نتوب. وهو جدعون لما ربنا قال له روح حارب، قال له روح أقف قدام الناس كده؟ لا، هيمسك حاجات وهيكسر وهينزل ويخاطر ويمسك سيف ويموت الملوك بتاعتهم، هيعمل شغل. بس قبليها يرجع الناس لربنا عشان الشغل ده يبقى ليه معنى، عشان الشغل يبقى ليه نتيجة. الفكرتين لازم يبقى فيه دور للإنسان، بس لازم دور لربنا. مهما الإنسان خطى من غير بركة ربنا لا يغنى، لأن بركة الرب هي اللي بتغني. فقال بنو إسرائيل للرب: أخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، اعمل اللي انت عايزه بس انقذنا هذا اليوم. وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب، فصداقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. مجرد ما شالوا الآلهة الغريبة ورجعوا يبصوا لربنا، ربنا تضايق. شوفوا ضاقت نفسه، دي قصده على مين؟ على ربنا. هي الأول اتقالت على شعب بني إسرائيل، لو خدتوا بالكم آية 12 بتقول: والصيدانيون والعمالقة والمعونين قد ضايقوكم فصرختم إلي. وهنا تقال إيه؟ فضاقت نفس الرب بسبب مشقة إسرائيل. هم اتضايقوا، ربنا اتضايق. يقول لك الآية دي في سفر أشعياء، مش يقول لك في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. فمجرد ما يشيلوا الآلهة الغريبة ويرجعوا يصلوا تاني، ربنا يقول لهم على فكرة لو جيتوا للحق أنا متضايق قوي الحل اللي انتوا فيها، بس أشكركم أنكم اديتوني فرصة وشلتوا الآلهة الغريبة، بقى سيبوني أحط إيدي وأبارك أنا. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفى. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه: أي هو الرجل، فين الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فإنه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد. عايزين واحد يقودنا عشان يخلصنا، اللي هيبقى رمز للمسيح برضو زي كل اللي فاتوا. اللي جاي ده اللي هو يفتح هيجي بقى يقود الشعب عشان يخلصهم، كرمز للمسيح اللي هيخلص شعب بني إسرائيل أو يخلصنا إحنا من كل خطية. ربنا يدينا نعمة ويبارك في حياتنا ويسمع صراخنا وصراخ كنيسته من أجل التوبة، ومن أجل أن يرفع غضبك عنا يا رب، وإنك تتدخل في حياتنا وفي حياة بلدنا وفي حياة العالم كله، ولا تنظر إلى ضعفتنا، بل ترسل لنا يا رب مخلص حقيقي هو ابنك الوحيد لكي يخلصنا ويخلص كل شعبك. ترأف علينا يا رب وارحمنا، ليك المجد والقوة والمجد الأبد، آمين.